انتم شوفوني انا مكفن حي. الناس هادو قصاوني وواقيلا ربما قصاو فنان اخرين، ما عطاونيش نخدم عامين ونص وانا كنطالب. تقلق هاد نائب الرئيس حين قلت ليه راه غادي نشوف السيد الرئيس، قال لك لا علاش تشوف السيد الرئيس؟ راه الطلب مكتوب بناء للسيد الرئيس المحترم، ما يمكنش ما يتخبر السيد الرئيس بهذه القضيه هذه. وتقلق على قال لك واه حتى نشوف انا الرئيس، درت انا طلب اللقاء للرئيس، ها هو كما كتشوفوه لو 29 اوت، لا رد بالجواب لا اه ولا بلا، ما عرفتش علاش الا كان مبرر علاش لا، درت عاوتاني تذكير لا جواب لا والو، ما عرفتش شنو غادي ندير، ما عرفتش شنو غادي ندير دابا باش نخدم. انا حنا كنطلبوها باش نخدمو فقط. الجهه الدار البيضاء سطات، حنا عامله المدينه قديمه، عامله الدار البيضاء اونفا، ما مستافدينش ما خدامينش، وهذه المهنه ديالنا الوحيده. حنا بغينا غير نخدمو، كنخدمو على وليداتنا حتى حنا، ونخدمو خدمه للوطن، ماشي حنا طماعين الفلوس ولا كنخدمو. هذا هوايه وورثها من الاب ديالي، يعني هذا ارث فن، يعني فن عندنا في الدم، خصنا نستمروا في الفن ديالنا وهذا، وما يقصيوناش حيت هذا المال العام من حقنا نخدمه، ماشي غير ناس اخرين. انا كان ما ضد حد، كل شيء يخدم، ولكن انا علاش نتقصى؟ علاش انا هاد عامين هادي علاش نتقصى؟ ماشي معقول. انا واقف هنا كنطالب حقي، عامين ديال التعويض ديالي، جوج جولات اللي كنطلب دابا، جولتين يعطيني الجولات ديالي ونمشي في حالي نخدم على راسي. ومريضنا ما عنده باس. اربعه هاد الجمعيات كتستافد بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، اربع سنين هما كياخذوا ب 100، غندير لهم غير 100 مليون لواحد. راه تغناو هادو، راه شفتو منين طراب ولاو بان لي محنكين غلاضو وسمانو، راه ما يمكنش. هذا هو العام الرابع دابا هما كياخذوا في هاد الفلوس، وحنا واخدين منها حتى درهم. كيفاش هاد القضيه من غير 4 المليار؟ بلا ما نهضروا على داك الشيء ديال الفلاحه، المعارض ديال الفلاحه بلا ما نهضروا عليه حتى هو، راه عطى الله ما يتقال، حنا راه عارفين شنو كاين. المهم انا لن استسلم، اعطيني رزقي اعطيني حقي، كنطالب بحقي فقط.